لو جات لك الفرصه انك تبقى سواق نقل هتوافق؟ بصراحه لا والله. ممكن يعني موضوع جديد ومختلف يعني ممكن ليه لا، هي تبقى تجربه وموضوع جديد ونحل الازمه شويه كده يعني، نجرب المواضيع دي. لا طبعا اكيد لا طبعا، لان دي شغلانه مش مناسبه لبنت في المجتمع اللي احنا فيه، في الظروف اللي احنا فيها هتتعرض للاذى طبعا، فهي مش مناسبه لبنت. الولد ماشي مفيش مشكله يعني. الراتب اهم حاجه، الراتب ان انا اعيش مرتاح بس. لا عشان يبقى مرمطه ليا كبنت يعني مش اكتر. يعني انت شايفه ان الرفض هيكون عشان الوظيفه ولا عشان الجو العام؟ لا هو الجو العام مش عشان الوظيفه. يعني انت بترفض الوظيفه عشان السلوكيات؟ بالظبط. المشكله مش في السواقين نفسهم، المشكله برضه في الجو. احنا ساعات تخيل نفسك انت كده سواق وتلاقي ناس اصلا المفروض في سايقه، ده دي باب للدخول ودي باب للنزول، انت الشعب اصلا مش فاهم الكلام ده. الشعب يعني اي حته بيركب منها، دي حاجه. الحاجه الثانيه كفايه البلد زحمه، طريق خانقه برضه، لازم ان هو يعني ايه الناس تكون برضه مستحمله. يعني انت هترفض الموضوع عشان المهنه ولا عشان سلوكيات الشعب؟ عشان سلوكيات الشعب. طبعا يعني كل واحد بيخش الاتوبيس بيبقى عايز ان هو عايز يوصل بسرعه، والدنيا اصلا زحمه، بلد مقفوله وعلى طول كده يعني الدنيا حر، يعني شغلانه مش مناسبه. يعني انت بترفض عشان السلوكيات ولا عشان المهنه نفسها؟ لا الاثنين مع بعض. كفايه الضغط بتاع الناس اصلا، الناس اصلا تخش تهجم عليك كده، خناقات طول النهار والبلد زحمه ومرتب ما يجازيش. بس ربنا يسلم طبعا الزحمه، ربنا يسلم الزحمه، بجانب ان كمان يعني الشعب كمان مع الزحمه والتدافع بيكون الامر صعب شويه. يعني انت رافض الموضوع من جهه السلوكيات ولا الوظيفه نفسها؟ لا من جهه السلوكيات. والاتوبيس احسن لي طبعا من التاكسي. يعني انت هتوافق عشان خاطر لو راتب كويس، لكن الراتب لو مش مناسب مش هتوافق؟ لا طبعا. يعني انت شايفه ان رفض الوظيفه عشان الوظيفه نفسها ولا عشان المناخ العام؟ علشان المناخ العام، عشان طبيعه العمل نفسها ما تستحملهاش بنتي. لكن لو المناخ والجو العام مهيأ هتسهل؟ اه طبعا، لو المجتمع فيه ناس متقدمه وناس تقدر تقدر حاجه زي كده عادي مفيش مشاكل. شكرا.